حلة آلية تتحرك مع الإنسان وتساعده، هذا ما طوره طلاب جامعيون في مصر. هذه الحلة تساعد في حمل ما يصل إلى 90 كيلوغراماً بهدف منع الإصابات الناجمة عن رفع الأجسام الثقيلة في المصانع وفي الورش. تحاكي هذه الحلة حركة جسم الإثناء أو جسم الإنسان أثناء عملية رفع الأجسام، مع تحسين أدائه باستخدام ضغط الهواء وتوزيع الوزن على أجزاء الهيكل الخارجي للحلة بدلاً من الإنسان نفسه أثناء عملية الرفع. هو بداية احنا اشتغلنا مثلا على 70-90 كيلو كبروتوتايب، نموذج مبدئي، حاجة كده في الأول يعني. إنما بعدين بإذن الله ناويين نطورها نوصلها مثلا ل 150 كيلو أو 200 كيلو، بس طبعا ده لسه قدامه فترة. تساعد العامل إن هي تخفف عليه أوزان كتير هو ممكن يشيلها، فممكن تعرض ظهره مثلا يوجعه، ممكن تعرضه لاي اصابه، فهي دي هتساعده ان هو يشيل الاوزان دي من غير ما يحس بعبء عليه، من غير ما يحصل له اصابه. احنا دورنا على حاجه تكون تفيد العمال في المصانع في المخازن، ففكرنا في حاجه زي ديت لما لقينا برضو حته العامل بيجي له اصابه او لما يشيل وزن تقيل او حاجه، ففكرنا ان احنا نمنع الاصابه دي من بدايتها، ان هو ما يشيلش الوزن اصلا. بس فهو بيشيل الوزن دوت بيتحمل على البدله وبيتوزع على جسم البدله، هو ما بيشيلش حاجه. بعدين لما نزلنا المصانع واتكلمنا مع العمال ورحنا الاقسام كتير، لقينا ان اصلا معظم المشاكل اللي بتحصل للعمال بسبب يعني بتؤدي ليهم الاصابه دي هي شيل الوزن التقيل. فمن هنا جت لنا الفكره، طب ما احنا اوريدي نعمل لهم بقى الاكسوسكيلتون سوت دي، هي اللي تقدر تشيل الوزن التقيل ده اللي العمال ما بيقدروش يشيلوه. فشفت الجهاز، يعني التجربه حلوه، فدي يعني لو اتطبقت يعني هتساعد ناس كتير قوي. ان احنا معانا ناس برضو بتشيل حاجات بتتعب، اللي بتعور واللي بتكسر، فالجهاز ده لو اتطبق فعلا هيبقى حلو قوي.